هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم عن جديد. تحياتنا لكل الناس اللي عم بتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا. ما زلت مستمر معاكم أنا أسامة الجيتاوي ببرنامج جوك عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقع طقس العرب. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتابعونا وعم بتشاهدونا. أكيد مستمرين معاكم بتخطيطنا على الهواء مباشرة لآخر تطورات المنخفض الجوي اللي يعني مقبل على مملكتنا. ضيوفنا اللي معنا أكيد طبعا يعني جميع الناس اللي راح يكونوا موجودين معنا خلال هاي التغطية. طبعا حاليا موجود معنا على الهواء مباشرة معالي الباشا حسين هزاع المجالي، الله يعطيك العافية معاليك. طبعا رئيس أمناء نادي الدفع الرباعي، أيضا كمان معالي الباشا. معاليك صباح الخير. ألو معاليك صباح الخير. أوكي، على ما يبدو في عنا مشكلة بموضوع الاتصال على الهواء مباشرة. معالي الباشا راح يكون معنا يعني خلال دقائق على الهواء مباشرة لنحكي أكثر عن يعني نادي الدفع الرباعي وعن العمل التطوعي بشكل عام. راح يكون معنا كمان شوي أكيد ضيفنا مدير العمليات بنادي الدفع الرباعي أخونا سيف قعوار، نحكي أيضا أكثر عن جاهزية النادي لتواجدهم بالميدان كما عهدناهم دائما خلال يعني الثلجات اللي مرت وخلال الظروف الجوية اللي مرت، ومش بس الظروف الجوية، لا سمح الله أيضا أي كوارث أي إشي ممكن يستدعي أنهم يكونوا موجودين. الآن صار معانا على الهواء مباشرة معالي العين حسين باشا المجالي. معاليك الله يسعد صباحك، وأنت رئيس أمناء نادي الدفع الرباعي، بدنا نصبح عليك عبر منصات التواصل الاجتماعي لموقع طقس العرب. يسعد صباحك سيدي. صباح الورد وصباح الوطن الجميل. وإذا بتسمح لي أسرق دقيقة فضل لأحيي النشامة متقاعدي القوات المسلحة في نعم. هذا اليوم المبارك، يوم نعم. الوفاء، يوم العز. نعم. إن شاء الله يا رب كل أيامنا خير وعز بإذن الله تعالى. أكيد إن شاء الله معليك. هيك يعني نحكي أكثر وبشكل موسع معك، بدي أسألك سؤال، من محبين الشتاء والثلوج ولا مش من محبين الشتاء والثلوج؟ والله هذا خير، هذا خير من رب العباد. صحيح أكيد، وما في واحد أكيد بيقول لا لكرم رب العزة. صحيح 100% يعني الحمد، ألف الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله دائما معليك، وإن شاء الله يا رب دائما الأمور تكون تمام، إن شاء الله دائما الخير بعم على بلدنا. بداية يعني وأنت رئيس مجلس أمناء نادي الدفع الرباعي متطوعي الدفاع المدني، حابين نحكي عن فكرة التطوع معليك، وجود المؤسسات المدنية اللي بتنشأ بفكرة مجتمعية، اللي بتنشأ بفكرة أو بفكرة تطوعية. نحكي عن مفهوم التطوع ووجود المتطوعين خصوصا بهاي الأجواء اللي مقبلة علينا، ونحكي عن نادي الدفع الرباعي أكثر بمجال التطوع معاليك. شوف يا سيدي، أولا التطوع يعني فكرة التطوع هي أصلا فكرة انتماء إلى الوطن. صحيح. يعني هي أنا دائما بقول لا ينقصنا إحنا شعارات. صحيح. إذا بدنا نحكي فعلي. شعارات بنضيع وقتنا وبنضيع الدنيا، فهي يعني روح الانتماء إلى الوطن، روح الانتماء إلى الوطن. نعم. يعني تترجم حبك للوطن وإخلاصك للوطن وولائك للوطن ولقائد الوطن من خلال عملك في أي مجال كان. عامل الوطن المخلص هو وطني. صحيح. كالعسكري كأي شيء، المتطوع هو وطني أيضا، لأنه يقدم ماله ويقدم ما يملك من أجل الوطن. من أجل الوطن، هذا مو وطن
غريب علينا، هذا وطننا اللي شاملنا كلياتنا، والف الحمد لله. يعني ديم علينا العز وديم علينا الخير والبركه يا رب، ونضلنا نسطر دروس يا رب كأردنيين في 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 مجال التطوع يا رب. اكيد يعني 100%. يعني بدنا كمان نوجه كلمه للشباب. انا بدي احكي شغله، بجوز انا دخولي لمجال الاعلام مع عليك كان بدايه بالتطوع، كنت متطوع بواحده من المؤسسات الاعلاميه، تدربت واخذت خبره. قد ايه التطوع بتحسه مهم لصقل الخبرات؟ في ناس بيقول لك لا انا بدي اصقل خبراتي، بدي اروح على محل وبدي ابلش براتب وبدي اخذ راتب. بحس انه احنا البني ادم لما بيبلش بحياته ممكن يتطوع لخدمه مجتمعه، ممكن يتطوع بمجاله. وبناخذ كمان يعني عندكم نادي الدفع الرباعي مثال للشباب اللي بذلوا سياراتهم وبذلوا جهودهم ومن مالهم الخاص كمان بزياده عم بحطوا ليتواجدوا مع المواطنين في ظل لا سمح الله الكوارث الطبيعيه، في ظل المنخفضات الجويه. نحكي رساله للشباب اللي عم بتابعونا عبر موقع طقس العرب حاليا عن موضوع التطوع، وقد ايه التطوع ايضا مفيد لتنميه الخبرات مع عليك. والله يا سيدي التطوع قد ما تحكي عن أهمية التطوع بتضلك مقصر. صحيح نعم. المبدأ والفكرة. نعم. التطوع برجع بقول لك هو روح، هو حياة، هو عالم آخر. صحيح نعم. الإنسان ينتمي إله. نعم. ولكن يعني كمان يعني بلاش نجلد نفسنا. نعم. الإنسان يعني مرات بحاجة إلى العمل، الإنسان بحاجة أنا بلاحظ وأؤكد أيضا إنه الإخلاص في العمل هو نوع من أنواع التطوع. صحيح. نعم. تطوع مشان الإنجاز، تطوع مشان البلد، تطوع مشان خدمة الناس. نعم. فيعني أي عمل، أنا برأيي المتواضع يعني أنا مش خبير. نعم. بس أي عمل. نعم. إيه إيه لمصلحة الوطن أنا بلاقي إيه إيه يعني نوع من أنواع التطوع. ولكن صحيح. بما أنه السيرة انفتحت سيدي، أنا نعم. إلي طلب واحد من إخواني المواطنين. نعم. وفي جهد كبير قاعد يوضع مشان إحنا نخدم أبنائنا بهذا الوطن من خلال التطوع. وما شاء الله على الشباب اللي 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 تطوعوا بمالهم زي ما تفضلتوا بكل شيء يملكون. نعم اكيد. بترجى الجميع يعني الخير الجاي ان شاء الله يعم، ان شاء الله يعم الجميع. صحيح. بس ولكن يا رب. توخي الحذر مطلوب. نعم اكيد صحيح 100%. والعقل نعم. والعقلانيه مطلوبه. صحيح. بلاش نشتت جهد ابنائنا في جهاز الامن العام وهم بيحاولوا يعني يفتحوا الطرق يساعدوا الناس وكذا، وهذا أيضا ينطبق على المتطوعين. يعني إنسان يخرج ليقرر فجأة أنه بده يروح يطلع بالسيارة، طب يا أخي سياراتنا غير مجهزة لهكذا طقس، خلي قاعد ببيتك وخلي الأجهزة الرسمية والمتطوعة تروح تهب الى مساعدة اصحاب اللي المساعدة مطلوبة له، مساعدة اصحاب الحاجة. صحيح. الطلب الوحيد اللي بطلبه صراحة. صحيح. عشان نخلي اجهزتنا تعمل بفعالية، معليش نتركهم شوية صغيرة بس يركزوا على عملهم الرئيس، ونفكنا من ايش احكي كلمة يعني تطلع غير لائقة. صحيح. بلاش العنترات والأمور هذه، حرام قاعدين بنضيع جهد عالم. 100%. صحيح. بنضيع جهد نعم. عالم في هيك أمور. نعم يعني معليك بالنهاية خير، وأنا كمان بدي أستغل وجودك معاي على الهواء مباشرة عبر موقع طقس العرب. نحكي عن الجهود اللي حاليا أيضا ملقاة على إخواننا نشام الأمن العام، نشام الأجهزة الأمنية، وأنت كنت مدير أمن عام، ويعني بهذا السلك وبهذا المجال ما شاء الله باع طويل وخبرة طويلة. عم نحكي مبارح يعني الأمن العام أصدر بيان بأنه
راح يعيد انتشار دورياته بالشوارع وبالأسواق لإعادة إنفاذ أوامر الدفاع والتشديد على الرقابة في ظل ارتفاع الإصابات اللي عم بنعاني منها معليك حاليا بفيروس كورونا، الله يبعد الشر عن الجميع. وأيضا أمامنا حالة جوية تستدعي الطوارئ حاليا، أتوقع يعني الجهاز بأعلى جاهزية وبأعلى استنفار. بدنا شوي نوصل أيضا كمان للأعزاء المشاهدين اللي عم بتابعونا وبيشاهدونا العبء الملقى على نشام الأمن العام. كلامك نعم. جميل، نتغنى بجهازنا الأمني ونتغنى صحيح، ولكن في بعض الأحيان عندما نأتي إلى التطبيق صحيح ننسى ذلك. نعم. يعني تصور أنت الآن كم حالة محتمل أن تكون معتاز يعني بعوز إلى دعم من هذا الجهاز. صحيح. لما أطلع أنا حضرتي أقرر أطلع بسيارتي وأسكر طريق عام إسعاف، هيك ضيعت الجهود بكون. صحيح. غسيل كلى. صحيح. إيه ناس بحاجة إلى كاز أو 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 سولار. نعم صحيح. إيه ناس بحاجة للذهاب لا قدر الله حالة طارئة أو نعم. إلى مركز السرطان، مراكز السرطان، لا علاج كيماوي. نعم صحيح. إيه شركات الخدمات يعني. بعنجهيتي أضعت جهد بلد. صحيح. بعنجهيتي أضعت جهد بلد. طب صحيح. مش حرام. صحيح. فأنا اللي أتمناه على المواطن الأردني الواعي، والمواطن الأردني ليس واعي فقط بل واعي جدا. نعم. أتمنى أن 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 يعني نلتزم بيوتنا ولا نخرج إلا للضرورة القصوى. الضرورة القصوى. نعم. ليس لأغراض التسالي وكذا وهاي، ونعطي مجال لأبنائنا يشتغلوا. عندك أنت من خيرة الشباب موجودين، وفي واحد من الشباب الآن موجود عندك بالاستوديو اللي هو الأخ سيف قروار. نعم. أعتقد فيعني خليهم يشتغلوا. صحيح. رجاء خليهم يشتغلوا. صحيح. خليهم يشتغلوا مشان يؤدوا واجبهم تجاه هذا الوطن المعطاء. صحيح. هذا وطننا. نعم. وبدنا ندير بالنا عليه وبدنا نحافظ عليه وبدنا نمسك فيه بإيدينا وبرجلينا. أكيد يعني أنا معليك بضم صوتي لصوتك. إن شاء الله هاي الأجواء القادمة تعدي علينا بخير بدون حوادث تذكر، ويعني بجوز الحظر على الساعة 12 ترى من صالح الأجهزة العاملة في الميدان يعني. فالله يعطي الجميع العافية. بدي أشكر وجودك معنا، ما شاء الله عليك معليك. أنا اللي شاكر إلك حبيبي، شاكر لوطنيتك وشاكر لرجولك. الله يسعدك، تسلم. وكمان هاي بتطلع موسيقية، وشاكر لمحمد الشاكر. هاي محمد الشاكر عم بسمعك وسلم عليك سيدي. الله يسعدك، وبدي أشكر. جزاكم الله ألف خير، ويسعد الله على طريق كل الخير بإذن الواحد. تسلم. وهي يعني وهي محمد معاي على الهوى، بشكرك بقولك شكرا لك. أنت من الداعمين أيضا لموقع طقس العرب ومن المتواجدين حتى بأيام المسؤولية. والله مبارح لسه كنا بالسيرة كانوا يقولوا الشباب ما شاء الله كل حالة جوية أيام يعني ما كنت وزير داخلية وبالأمن العام كنت تواجد بمكاتب طقس العرب بشكل دوري عشان تتابع الحالة الجوية أولا بأول. فدائما من الداعمين أنت. والله وأنا وأخوك لحقناه. صار يتوذوا من شوفتنا. يلا يسعدك. لا نتمنى نشوفك كمان معنا بالحالة الجوية القادمة، تزورنا وتشرفنا معليك أكيد يا رب العباد. الله يسعدك، تسلم. رسالة أخيرة، ديروا بالكم على حالكم وأنتوا تلعبوا دور توعوي كبير. صحيح. أكيد دور توعوي كبير ومهم. أكيد 100%. أعانكم الله. الله يسعدك، تسلم. نعم. وعلى 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 كل شيء. صحيح. شكرا لك وشكرا. تسلم. جزاكم الله ألف خير يا رب. تسلم. تسلم سيد العزيز. شكرا لك معليك. إذا بدنا أشكر معالي الباشا حسين هزاع المجالي على وجوده معنا على الهواء مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الحديث بشكل